يوما بعد آخر، والمجتمع يراقب انخفاض أو على الأقل استقرار أسعار السلع الأساسية، لكن العكس هو ما يحصل. فبين لحظة وأخرى تزداد الأسعار وبشكل جنوني أمام إجراءات حكومية شبه منعدمة. هذا يستلم معاش 55,000 ريال، ايش بسوي به؟ ايجار 100,000 مع عيال، ايش بسوي به؟ شوفوا حل، والله والله اليمن بيكون على اسوأ افريقيا، اخص من افريقيا. نحن عشنا في افريقيا 24 سنة. الكاتل وهذا كله من غلاء. الحكومة ما يبال، ونحن عنا رجعنا اخص من افريقيا. وبنرجع اخص من كده، ما عاد بنقدر نمشي حتى هنا لا هنا. اليوم بيكون واحد بس ساعة يشلوا عليه. وهذا كله من اسعار، الله الله. يا حكومة اللي يسمعنا، الله الله، نحن ما نطلب أي إلا شوفونا حال بالله. وقلنا نحن لا الهنجرة، قالوا لا لا الصرف كل يوم يطلع، ما درينا ما درينا كذا، كل يوم 512 515. غبن ينتاب الملايين من أبناء الوطن جراء تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمجتمعية في ظل تصاعد وارتفاع أسعار السلع الأساسية اليومية، الذي أدى لحرمان الكثير من الأسر من تناول وجباتها الأساسية. مسعار غالي ومجار غالي ومصرف غالي وما أدرينا كيف نسوي. الحمد لله على كل حال دوروا لنا حل هذا الأعلام وهذا الأسعار، نزلوها لنا ونمشي نتعيش لنا على خشامنا. لا نقيل كذي جاوعين وتاعبين وناصلين ونديها لهم في مسعار في مجارات في من معه شدة أهل مأجارات ما بعد ولا حاجة، وما معاشه ومغدا خبز قدنها بألف وخمس، ما عاد بلا عيشة ولا عبي ودنيا. أين الحكومة؟ أين الرؤساء؟ أين المشايخ؟ أين الناس تنهى هذا الأسعار كلها؟ محلات تبدو شبه فارغة، وأضرار يتحملها الجميع تجارا أو زبائنهم من المواطنين. فبين بضع ساعات ترى سعر السلع قد ارتفع، وعند السؤال يجاب عليك بأن السبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية، ما يعني أن الضرر يلحق بالجميع بلا استثناء، والعجز الحكومي عن وضع حد لهذا التدهور سيد الموقف. والله حال المواطن تعب، فالمواطن تعبان أكثر من التاجر، وأكثر من أي شيء هو المواطن التعبان، يعني الضحية آخر شيء هو المواطن. هم الآن المواطنين يحسبون أنهم هم التجار اللي يرفعون الأسعار، أو أنه التاجر هو المستفيد، لكن هو التاجر يمكن أكثر شخص خسران، لأنه الآن تشتري بضاعة وتجيبها تبيعها، تروح ما تشتريها ما عاد تحصل حتى فائدتك، راس مالك ما تحصله فيها. نتيجة ارتفاع العملة، هذه العملة دهورت الناس، يعني الوضع الحالي أصبح متدهور، لكن نتمنى من الله الخير إن شاء الله والفرج. صرخات وأنين المواطنين من تجار أو غيرهم تطلق هنا وهناك لذوي الاختصاص للنظر فيما تعانيه العملة الوطنية من تدهور انعكس ذلك على واقع حياتهم، الأمر الذي يهدد بنية وترابط المجتمع عقب انسداد كل الطرق لحياة كريمة. فهل من صوت وفعل للحكومة قد يظهر؟ هذا ما يتمناه المواطنون. يحيى الهادي، اليمن اليوم، محافظة المهرة.